فاطمة ما بدها هيك، ما بدها. فكر منيح ولا تضيع الوقت، كلياتنا بخطر، لمعي رح نموت. شو يعني؟ اصلا اهل الضيعه ما رح يتركوكم تعيشوا هون اذا صارت مصيبه تانية، ما حدا رح يشتري منكم. حاول تشغل مخك يا غبي. ليش هو عنده مخ لحتى يشغله؟ خلينا نترك هالضيعه منروح منعيش باسطنبول. بس نحن بيتنا هون، وين بدنا نسكن؟ قولي لي وين تسكن، وين ما بدك. هني نحن بيتنا هون وما فينا نتركه. مراد هنيك رح يتعلم منيح وبيتفتح مخه اكثر. بعدين ما حدا بيعرفها لفاطمة هنيك، يعني رح تكون بأمان. اسمع كلامي وخلينا نجوزها لمعي. بالأول هو أنكر كل شيء، بس بعدين اعترف في خطأه ووافق يتجوز أختها. المفروض تشكر ربك على هالشيء. ومين هذا كريم؟ شو بيشتغل؟ معلم حدادة. هالمصلحة بتقص ذهبها، بيساعدنا إلنا كمان. هي العملة ما حدا بيعملها غير بيت رجدار، هربوه لحتى ما حدا يعرف الحقيقة. لك شو اللي تغير بالقضية لحتى يتنازلوا عن الدعوة ويرفضوا يتهموا حدا؟ رشاد رجدار له ايد بالقصة، أكيد هو يلي أقنعه، قال لحاله إنه بده يحلها وقدر يحلها. حكي، إذا ما ساعدتنا ما رح نخلص من هالمشكلة لمعي. أنت حاكيها وفهمها ليش نحن بدنا نعمل هيك، بتسمع منك. اجت الشرطة. دق كانوا يستنوا شوي. قولي حلال مصيبة، اسمعيني، روحي فهميها للبنت، دير بالها لا تزلق شي كلمة. تمام. اهلا وسهلا فيكم. مرحبا، تفضلوا فوتوا. كنا رح نجيبها ونجي لفاطمة. ما في مشكلة، يجينا حتى ناخذ افادتها هون. مصيبة مصيبة، البنت هربت من البيت. شو؟ الظاهر نطت من الشباك. انت بدنا نتحمل كل مشاكلها. لوين ممكن تكون راحة؟ وانا شو بيعرفني؟ مليت من هالبنت ومنطيشة، ما انا خايفة من حدا ولا حاس بحساب الفضيحة اللي صارت. اختفت، ما احسن تلاقيها. لسه بدها تفضحنا اكثر. شو بدنا نعمل؟ شو الحل؟ شوفي اركضي.
فاطمة. تعي بنتي، لا لا تقربي منه. مصطفى ما حد بده يحكي، شايفة؟ حرق البيت حتى ما يتذكر. مصطفى روحي اتركي بقى، انتموا لبعض بنتي. اقبلي بنصيبك ونسي مصطفى.